خبيرة التغذية فيفيان وهبي معي من جدة. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتورة فيفيان. كيف يكون السحور صحيا؟ أول شيء أهلا فيكم، مساء النور. أهلا وسهلا. بالنسبة لوجبة السحور هي أساسية كثير، يعني يفضل معظم الناس ما يلغوها، ولكن يعرفوا شو يختاروا بقلبها. أول شيء تكون غنية بالنشويات المعقدة. شو بنقصد فيها؟ الاسم اول الغربي شيء بس لاسم خلينا الكنسر. نبلشهم وحده وحده، عفوا. ليش اساسيه دكتوره فيفيان؟ يعني قبل ما نفوت بمكوناتها بس كرمال لانه امتصاصها بطيء بالجسم، فبتخليك تحسي حالك شبعانه لوقت اطول. يعني في فرق بين ما تاكلي بطاطا مقليه، وفي فرق بين ما تاكلي شوفان، او تاكلي مثلا كورن فليكس بالحبوب الكامله، او عيش اسمر، خبز اسمر بالحبوب الكامله، فبتاخذ، او تاكلي فول مثلا. فهيدي الاشياء بتاخذ وقت كثير طويل بالجسم لجسمك يمتصها، فبتضلي عندك احساس بالشبع وقت اطول. فلهيك لازم تكون وجبه فيه بقلبها نشويات، بالاضافه للبروتين. بروتين كمان بياخذ وقت، بيعطي احساس بالشبع وقت طويل. بروتين بنعني فيه البيض، بنعني الجبنه، اللبنه، ممكن دجاج اذا ناس بحبوا. يعني هم مثلا بالسعوديه الوجبة السحور دائما في ناس بياخذوها الوجبه الرئيسيه عندهم، اللي هي فيها بتتكون من الدجاج او الرز وغيره. فتكون غنيه كمان بالبروتين، وغنيه بالبروتين النباتي مثل الفول والعدس والحمص، لانه كمان بتعطي احساس بالشبع لوقت طويل. طيب فهدول اهم عنصرين يعني لازم يكونوا موجودين. طب لازم نتسحر غذائيا يفضل ايه؟ صحيا دكتوره فيفيان؟ لانه في ناس حتى ما بعرف هيدي اذا فيها ضرر، يعني ما بتكون جوعانه بس بتاكل على سحور خوفا من انه تجوع. بتساعد هيدي الفكره انه بيبقوا كرمال الفطور؟ يعني ليش بدي اكل اذا انا مش جوعانه اصلا على السحور؟ لانه الوقت الصيام جدا طويل، فيفضل يكون لو شيء خفيف. هلا اذا منا جوعانه ممكن ناخذ بس على القليله كاسه زبادي مع معلقه من الشوفان او معلقه من بذر الكتان، حتعطيها احساس بالشبع لوقت طويل. وما ضروا ناخذ وجبات دسمه على السحور كرمال نحس بالشبع. اللي بياكل دسم على السحور بصير بحس بالجوع اكثر ثاني نهار، وبصير عنده مشاكل هضميه وعطش وعطش. وغيرها. فيفضل تكون كثير خفيفه، لكن في بقلبها العناصر اللي مفيده لهم، تكون كميات قليلة ومفيدة لهم بنفس الوقت. أنا أشكرك جزيلا من جدة دكتورة فيفيان وهبي خبيرة التغذية، شكرا.